السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعلم كيفية أو الطريقة النموذجية لحل موضوع في تقويم أو امتحان في مادة اللغة العربية. التقويمات أو الامتحانات في اللغة العربية تحتوي دائما على نص، وهذا النص يكون مرفق بالأسئلة ليتبين إن كان المتعلم أو التلميذ قد فهم معنى النص. تقرأ أولاً المعلمة النص، ثم يعيد القراءة التلميذ عند شروعه في حل التقويم. لنقرأ النص معاً. كان سليمان يسير في الطريق، فأخرج من جيبه ورقة وقرأها، ثم مزقها ورماها على الأرض، فاقتربت منه امرأة ووضعت يدها على كتفه وقالت: لو أن كل إنسان رمى ورقة على الرصيف لأصبح الشارع وسخا. قال سليمان: أنا آسف، لن أعيدها مرة أخرى يا سيدتي. وجمع ما رماه ليضعه في سلة الأوساخ. الآن بعدما قرأت النص، أبدأ في الإجابة على أسئلة الفهم. السؤال الأول يطلب مني إيجاد عنوانا مناسبا للنص. كنت قد قرأت النص وفهمت على ما يتحدث، وهنا في هذا النص يتحدث عن النظافة. إذن أستطيع أن أقول أن عنوان النص هو النظافة، كما أستطيع أن أقول أن سيدة رأت سليمان يرمي ورقة فأعطته درسا في النظافة. أستطيع أيضا أن أقول أن عنوان النص هو درسا في النظافة، درس في النظافة، وأكتب درس في النظافة كعنوان للنص. كل العناوين التي تحتوي على كلمة نظافة تصلح أن تكون عنوانا للنص. أنتقل إلى السؤال الثاني. ماذا فعل سليمان بينما كان يسير على الطريق؟ أذهب إلى النص، أرجع إلى بداية النص وأرى وأبحث عن الجملة التي ستساعدني على الإجابة على هذا السؤال. كان سليمان يسير في الطريق، إذن بعد هذه الجملة سأجد الجواب. ماذا فعل بينما كان يسير في الطريق؟ أخرج من جيبه ورقة وقرأها، ثم مزقها ورماها على الأرض، ويكون الجواب كالتالي: أخرج من جيبه ورقة وقرأها، ثم مزقها ورماها على الأرض. السؤال الثالث، أعطي مرادف للكلمات التالية من النص. هنا يطلب مني أن أجد مرادفات أو كلمات لها نفس المعنى للكلمات التي أعطيت لي، لكن أجدها أو أبحث عنها في النص وليس من مخزن كلماتي أنا أو مما أعرف أنا. إذن قطعها، أبحث في النص عن كلمة لها نفس المعنى مثل قطعة. كنت قد قرأت النص وأعرف أن سليمان ماذا فعل بالورقة؟ مزقها، أي قطعها، وأكتب مزقها. الكلمة الثانية هي قذرا، وأبحث عنها كذلك في النص. وكنت قد قرأت مسبقا النص وفهمته، لذلك سيكون من السهل علي إيجاد الكلمة التي لها نفس المعنى، وأبحث. رمى ورقة على الرصيف فأصبح الشارع وسخا، وسخا أي قذرا، وأكتب وسخا. الآن أنتقل إلى الجزء الثاني من الموضوع، وهو وظف التراكيب والصيغ. أعطي لي جدول وطلب مني أن أكمله. طلب مني إيجاد فعل به تاء مفتوحة دائما من النص، فعلا ماضيا حرف عطف. أبحث عن الأفعال التي بها تاء مفتوحة من النص. يسير ليس فيها تاء مفتوحة في آخرها، لا أضعها. أخرج ليست فيها. قرأها، مزق، رمى، هذه كلها أفعال لكن ليست بها تاء مفتوحة في آخرها. هذا الفعل اقتربت، فيها تاء مفتوحة في آخرها. وضعت،
فيها تاء مفتوحة في آخرها. هذه الكلمة أيضا هي فعل فيها تاء مفتوحة في آخرها. أختار واحدة وأكتبها في الجدول. مثلا وضعت، فعل به تاء مفتوحة. ثم طلب مني إيجاد فعلا ماضيا. أبحث عن الأفعال الماضية. هناك أفعال مضارعة لا أكتبها، أكتب فقط فعلا ماضيا. مثلا رمى، أكتب رمى. ثالثا طلب مني إيجاد حرف عطف من النص دائما. دائما أبحث عن حروف العطف وهي معروفة. ف هو حرف عطف، ثم هي حرف عطف، و هي حرف عطف، أكتب واحدة منها. مثلا ثم. أنتقل الآن إلى التمرين الثاني من أوظف التراكيب والصيغ. أقرأ التمرين الثاني. ماذا طلب مني؟ أعطيت لي جمل فيها فراغات وطلب مني أن أكملها بإحدى الصيغ. التمرين الجملة الأولى: المؤمنان فراغ يحافظان على نظافة بيئتهما يجزيهما الله خيرا. أحاول أن أوظف مثلا الصيغة الأولى ماء حتى. لكي أستطيع أن أوظفها في جملة يجب أن يكون عندي فعلان وفراغان. الفراغ الأول أضع فيه ماء والفراغ الثاني أضع فيه حتى. الجملة الأولى فيها فراغ واحد، ليس هناك فراغا آخرا حتى أضع فيه حتى. إذن لا تصلح هذه الصيغة في هذه الجملة. لا أستطيع أن أقول المؤمنان ماء يحافظان على نظافتي، لا يوجد فراغ آخر حتى أضع فيها حتى. إذن أنتقل إلى الصيغة الثانية: المؤمنان ثم يحافظان. المعنى غير صحيح، لا أستطيع أن أوظف ثم. أحاول مع الكلمة أو الصيغة الثالثة التالية: المؤمنان صيفا يحافظان، ليس لها معنى أيضا. أنتقل إلى الصيغة الأخيرة: المؤمنان اللذان يحافظان على نظافة بيئتهما يجزيهما الله خيرا. هذه تصلح أن تكون في هذه الجملة. المؤمنان مثنى، اللذان اسم موصول مثنى. وأكتب المؤمنان اللذان يحافظان على نظافة بيئتهما. أنتقل الآن إلى الجملة التالية: لدينا فراغ، سمع سليمان نصيحة المرأة، فراغ آخر سارع لجمع الورق. ألاحظ أن بعد كل فراغ يوجد فعل ماضي، إذن أستطيع استعمال هذه الصيغة ماء حتى. وأكتب ماء سمع سليمان نصيحة المرأة حتى سارع لجمع الورق. وماذا فعل بعدما جمع الورق؟ ثم رماه في سلة المهملات. أنتقل إلى الجملة الأخيرة: تكثر النفايات على شاطئ البحر متى؟ صيفا. لماذا؟ لأن شاطئ البحر يكون مكتظا أكثرا في فصل الصيف. أنتقل الآن إلى التمرين الثالث: أضع علامة في المكان المناسب. عندي جدول فيه جمل وطلب مني أن أضع علامة في المكان المناسب، يعني أن أصنف هذه الجمل. إذا ما كانت فعلية أضع علامة في هنا، وإذا ما كانت اسمية أضع علامة في هذه الخانة. أقرأ الجملة: سليمان تلميذ مهذب. كيف أعرف إن كانت هذه الجملة اسمية أو فعلية؟ أقرأ دائما الكلمة الأولى من الجملة لأنها هي التي تحدد
تحدد فيما إذا كانت كل الجملة اسمية أو فعلية. الكلمة الأولى هنا هي سليمان، وسليمان هو اسم، يعني أن الجملة اسمية. الجملة الثانية: جمع سليمان الورقة. أذهب وأتحقق من أول كلمة التي وهي وتلك الكلمة هي التي تحدد فيما إذا كانت الجملة فعلية أو اسمية. أول كلمة هي فعل، جمع هو فعل، فعل ماضي، يعني أن الجملة فعلية. الجملة الأخيرة: الشارع نظيف. أول كلمة هي عبارة عن اسم، الشارع هي كلمة اسم، يعني أن الجملة اسمية، وأضع العلامة هنا. ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة من الموضوع، موضوع التقويم أو الامتحان، وهو الإنتاج الكتابي أو الوضعية الإدماجية. يعطى لي سياق الوضعية، أقرأ السياق: شاركت أنت وزملاؤك في حملة تنظيف الحي، اكتب فقرة قصيرة تتحدث فيها عما قمتم به مستعملا فعلا ماضيا، فعلا مضارعا، ضمير المتكلم، حروف الربط. السياق هو الاشتراك أو المشاركة في حملة التنظيف، والتعليمة هي كتابة فقرة قصيرة أتحدث فيها عن الأعمال التي قمت بها في هذه الحملة، ولا أنسى أن أستعمل الفعل الماضي، الفعل المضارع، ضمير المتكلم، وحروف الربط. لكي أكتب إنتاجا كتابيا أو تعبيرا كتابيا، ماذا يحتاج هذا التعبير؟ يحتاج أولا إلى المقدمة والعرض وأيضا الخاتمة. لكن السؤال الذي يطرح علي كثيرا هو: ماذا نكتب في المقدمة، وماذا نكتب في العرض، وماذا نكتب في الخاتمة؟ نبدأ مع المقدمة. المقدمة في الكثير من الأحيان أستخرجها من سياق الوضعية. مثلا هنا ماذا طلب مني؟ ماذا كتب في السياق؟ شاركت أنت وزملاؤك في حملة تنظيف الحي. من هنا أستخرج المقدمة وأكتب شاركت أنا وزملائي في حملة تنظيف الحي، أو أعيد صياغة هذه الجملة لتكون ملائمة أكثر لمقدمة تعبيري، وأكتب مثلا نظم جيراننا حملة لتنظيف الحي، فقررت أنا وزملائي المشاركة فيها. نظم جيراننا حملة لتنظيف الحي، فقررت أنا وزملائي المشاركة فيها. هذه تصلح كمقدمة. ماذا أكتب في العرض؟ العرض أكتب فيه دائما ما طلب مني في التعليمة. ماذا طلب مني في التعليمة؟ طلب مني أن أتحدث عن كل ما قمت به أنا وزملائي في هذه الحملة. أكتب الأفعال التي نقوم بها في حملات التنظيف. مثلا استيقظنا باكرا، واشترينا أكياس بلاستيكية كبيرة، ثم انقسمنا إلى مجموعات، وأذكر هذه المجموعات وعمل كل مجموعة. مجموعة تكنس الشارع، وأخرى تجمع النفايات لتضعها في الأكياس، ومجموعة أخرى تغرس شجيرات لتزيين الحي. هذا هو العرض.
أكتب ما طلب مني في التعليم. طلب مني أن أتحدث عما قمنا به، تحدثت عما قمنا به. استيقظنا باكرا، اشترينا أكياسا بلاستيكية كبيرة، ثم انقسمنا إلى مجموعات، مجموعة تكنس الشارع وأخرى تجمع النفايات لتضعها في الأكياس، ومجموعة أخرى تغرس شجيرات لتزيين الحي. ننتقل الآن إلى الخاتمة. ماذا أكتب في الخاتمة؟ الخاتمة أكتب فيها في الكثير من الأحيان نتيجة العرض، نتيجة ما أو نهاية العرض. بعد تزيين، بعد تنظيف الشارع، ماذا فعلنا؟ ماذا حدث بعدها؟ أكتب مثلا: وفي المساء أصبح حينا نظيفا وجميلا، فشكرنا جميع الجيران ودعوا لنا بالتوفيق والنجاح. هذه تصلح خاتمة، هذه نهاية العرض، نهاية ما قمنا به في الحملة. وفي المساء أصبح حينا نظيفا وجميلا، فشكرنا جميع الجيران ودعوا لنا بالتوفيق والنجاح. أهم شيء أيضا في الإنتاج الكتابي أو في التعبير الكتابي هي علامات الوقف. لا أنسى أن أضع الفواصل، النقاط، لا أنسى أيضا ترك مسافة قبل بداية كل فقرة، وأيضا أن أبتعد كل البعد عن الأخطاء الإملائية. إذا كنت لا أعرف كيف تكتب أي كلمة، أستطيع أن أستبدلها بمرادفها، المرادف الذي أعرف كتابته. أيضا أتحقق في الأخير، أتحقق فيما إذا كنت قد استعملت ما طلب مني، لأن هنا في التعليم طلب مني أن أستعمل الفعل الماضي والمضارع، ضمير المتكلم وحروف الربط. حروف الربط هنا هي الحروف التي تربط بين جملة وجملة، مثلا حروف العطف. أبحث عن الفعل الماضي فيما إذا كنت قد استعملته: نظم، هذا فعل ماضي. قررت، فعل ماضي. استيقظنا، فعل ماضي. اشترينا، فعل ماضي. أختار واحد وأضع سطر تحته حتى أتأكد أنني قد استعملته. الآن أبحث عن الفعل المضارع إذا فيما إذا كنت قد استعملته أو لا. إذا لم أجد فعلا مضارعا، أستطيع إعادة صياغة الجملة حتى أدرج فيها فعلا مضارعا، لأنني يجب أن أستعمل كل هذه الصيغ، كل ما طلب مني، وإلا يكون الإنتاج الكتابي ناقص. الفعل الماضي، أبحث عن فعل ماضي مضارعا عفوا. تكنس، فعل مضارع. تجمع، فعل مضارع. تغرس، فعل مضارع. أختار واحدة مثلا تكنس. ضمير المتكلم، أبحث عن ضمير متكلما استعملته، ها هو هنا أنا. أضع خطا تحته. حروف الربط، مثلا حروف العطف. واو حرف عطف، واو حرف عطف، ثم حرف عطف. أختار مثلا ثم. وبهذا يكون التعبير الكتابي جاهزا، وفيه كل الشروط اللازمة: المقدمة، العرض، الخاتمة، وما طلب مني أن أستعمله في التعبير. إلى هنا ينتهي موضوعنا اليوم. ترقبوا الفيديو القادم عن الطريقة النموذجية لحل موضوع في اللغة الفرنسية. إذا أعجبكم هذا الفيديو فشاركوه لتعم الفائدة، وليصلكم الجديد لا تنسوا الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.